أصناف طيرنا الحلوة، شايفين عينكم على جمال الشكل. هذه اللي محشية جبن، وهذه اللي بدون حشوة. تقدرون تاكلونها كذا، طعم الجبن فيها والزيتون، السماق، الزعتر، البقدونس، مرة لذيذة. مرة حلوة، وهذه فيها حشوة جبن. ممكن تحطون أي حشوة، بس وش رأيكم في الشكل؟ تغيير. مساء الخير عليكم، سعد الله أوقاتكم. شوفوا مجموعة الخضار اللي عندي، هذه فلفل ملون، أحمر، أخضر، أصفر، بقدونس أو كزبرة، زيتون شرايح أخضر وأسود، عندي هنا جبن شيدر وزعتر وسمن. أول شيء بخلط هذه محضرة الطعام وفرمها، بعدين أضيف عليها الجبن والزعتر والسماق. الخلطة هذه حلوة، تحطونها على الفطاير. بوريكم إن شاء الله بطحنها الحين وأرجع لكم. أول شيء بفرمها، سنعود قليلا ثم نعود إليكم. لكن كذا تكون هذا القوام. نحط عليها جبن شيدر، طبعا الكمية حسب اختياركم، رشة زعتر ورشة سماق، ونخلطها. الفطاير تحشونها اي حشوة، لحم، دجاج، جبن، لبنة، مكدوس، وتغمسونها في الخلطة الحلوة هذه وتخبزونها، تكون مغلفة فيها الفطيرة، تطلع تهبل شكلا وطعما. عندي الحشوة اللي جهزت معكم، أوريكم كيف أصلحها. أي عجينة معتمدة عندكم، هذه عجينة الفطاير اللي أصلحها معكم دايم. تحطون الحشوة جبن، تحطون الحشوة دجاج، تحطون أجبان اللي مع زيتون وتشيدر وموزريلا، تحطون مكدوس، أي حشوة تفضلونها. أول شيء بكورها، وبعدين أوريكم إن شاء الله كيف. نغطيها شوي. عندي هنا جزم كورته قبل تخمر خلاص، حطيت الجبن فيها وأقفلها زي الخلية بالضبط. خلاص تحطونها في الخليط هذا، يا إما بس من الأعلى كذا، أو تحطونها كلها فيها، تخلفونها بهذا الخليط. شايفين شكلها كيف؟ بعدين تصفونها في الصينية، تخلونها شوي ترتاح وتخبزونها بهذا الشكل. تطلع مرة شكلها حلو وطعمها أيضا حلو ومميز. بكمل بنفس الطريقة، بحط جبن وبحط مكدوس، زي ما قلت لو حاطين دجاج او حابين دجاج لحم اي شيء. الخلطه هذه تعطيها شكل مرحب، وممكن تخلونها بدون حشوه، تخلونها بس كره عاديه وبعدين تحشونها بعد ما تطلع من الفرن. يعني ممكن اخذ كره كذا فاضيه بدون اي حشوه واحطها فيها كذا في الخلطه، بعد ما تطلع تحشونها او تاكلونها زي الخبزه، تخلونها كذا شوي خفيفة، تطلع مرة لذيذة بدون حشوة. شايفين هذه خليتها محشية بالجبن، وهنا خليتها أقراص بدون حشوة، خليها تتخمر شوي تخبزونها، تاكلونها كذا، تحطون فيها حشوة بعدين جبن سايل، تحطون فيها تونة، أي حشوة تفضلوا، بس إنها بتطلع مرة شكلها حلو ولذيذ. خليها تتخمر وإن شاء الله نشوفكم بعد ما نطلعها من الفرن إن شاء الله. بعد ما تخمرت ندخلها فرن ساخن، نحمرها من تحت ومن فوق شوي. وهذه ممكن تحشونها أي حشوة وتاكلونها كذا زي الخبز.
هذا اللي محشي جبن، وزي ما كنت تحطون لحم تحطون دجاج تحطون خلطة أجبان. ما أحكي لكم عن الطعم واللذاذة، نكهة الأشياء اللي فوق الجبن الشيدر، يوم جات التحمير الفلفل الزيتون السماق الزعتر، خلطة لذيذة زي ما قلت ممكن تاكلونها بدون أي حشوة كذا، خبزة مع الشاهي السلام. ترى هذا الجبن متحمر بس. تقطر لذاذة. وهذه فطيرنا الجميلة، شايفين ما شاء الله تبارك الله جدا حلوة في الشكل وفي الطعم. هذه حطيت فيها حشوة دجاج، وهذه فيها الجبن وتغيير، واستمتعوا والله يعطينا وياكم الصحة والعافية، اللهم آمين.